أقول لك يا ليث أن تفتح أذنيك وعينيك. أين كنت تلهو؟ ألم أجلبك من المستنقع الذي كنت فيه لتكون هنا في خدمتي؟ أتتعلم يا ليث؟ مولاي هذا بعض من ألمي يا ليث، بعض من ألمي. أريد هذه الجارية هنا، أتفهم؟ السمع والطاعة. إنك ميزة جمالي، لقد أعجب به هارون الرشيد. وضع الله سر جمالي بك. مما أنت خائف يا أبي؟ من كل شيء. خائف من كل شيء؟ لا تخف، محنة وتنقضي. لا، هذه أول مرة أشعر أن أخاك جعفرا في خطر. خاض حروبا كثيرة وكان ينجو منها، ليست كهذه المرة. الخطر محدق بنا من كل جانب.